شايف الانقراض اللي خزان مرة الفواقع الموقعية الإلكترونية ضروري في بوكوم وشين كان بول نت نتاعها بزاف مرة غير الحلقة يوم الاثنين ديك البرنامج نض ومضات في النية جيس إيغان نناقش مجموعة من المشاريع اللي تعلق نجي المسألة الثقافية وذي الحلقة ذي النظر وذي الحلقة نركز مرة أخرى يجوا مع المغرب واقع المسرح ذي ثنيت النظر ولو نستضف ذي الحلقة هي التي تستضف الشاعر والمسرحي الكبير ذي النظر سي محمد العمالي. سي محمد العمالي يعتبر من أهم الفنانين ذي النظر، يحاول يتجاوز ما بين الفن بين فن الشعر والمسرح، يعتبر زي الشعراء الأمازيغيين والتمثيليين ديال الريف وذي المغرب بصفة عامة. كتابات سي العمالي تميزت نوع من التنوع بين استعمال اللغة شعرية أصيلة، استعمال مجموعة من المصطلحات أصيلة يقاس الشيء التقديمي، خاطرش من هذا النهار وعند السيرين. السي محمد العمالي تعتبر تميز تيجن الفطرة، تيجن السليقة الشعرية تنقرا، انطلقت مجموعة من المواضيع الشعرية، انطلقت في الرفنس أولا باش اللي عاش مجموعة من المواضيع سواء اجتماعية أو محلية أو وطنية. من المعروف أن الشاعر محمد الشاعر والمسرحي محمد عمان العمالي يعتبر من الرجالات البارزين اللي قدمنا التصنيف الشرايين لنشئ النظر بصفته كأستاذ وكمدير مؤسسة، حاليا يشتغل كمدير مؤسسة تعليمية ابتدائية ورئيس لمكتب النشر الخاص للقسم الابتدائي. العمالي يعرف كذلك من أهم المختصين في مجال السينوغرافيا الدرامية محليا ووطنيا، ومن بين الذين يهندسون الخشبة المسرحية ويؤثر بإتقان وتفان ونكرة الذات وبمهارة كبيرة العمل المسرحي ذي النظر وذي عرف يتمر. السي محمد العمالي غاش مجموعة من الأعمال سواء في الشعر سواء في المسرح، يتحصل جائزة السينوغرافية للمهرجان الوطني الرابع للمسرح في أكادير سنة 1996 عن مسرحية نداء إلى العالم، تأليف الحسين القمري، إخراج الأستاذ الكبير العمراني فخر الدين. إضافة إلى اللمسات الفنية السينوغرافية الرائعة اللي بصم السي محمد العمالي لمسرحية سفينة نوح، تحصلت حتى نبتث في الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني الخامس للمسرح سنة 1997 برمتو. السي عمري تعتبر أول من أنجز تقنية الصور المفروشة على الخشبة عبر المصلاة، من خلال المسرحية تفتقن لمؤلفها محمد الطرحاوي ومخرجها فخر الدين العمراني لعام 1994 1995. هذا إضافة إلى آخر أعمالي المتمثلة في مسرحية الناس ينقل جيس الجمهور للنظر إلى البادية يصورها مجموعة من الجمهور تعلق بالبادية وهندسين مشى الجيف النهارة. السي محمد العمالي طاح في الجيش في البرنامج قبل ما قدم البقايا بقية الضيوف أشوف هذه الكلمة طبيعيات. السي محمد العمالي بجد فسا بداية مجتمع جوات الميدان للفن بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. المزوار الصغير بدا هو تقدير بني المواقع الإلكترونية سيم الكابينيت ثم نادوليف تقدير نتصل في ميتاني ديدي دار سمونن أجيت مثلا ربما حتى بس سنين حتى واحد السنين ثم نقرس نقاوض مجموعة هنا ونسيتي باش نسقى وجهي ومعروف هذا نسقى قصي الموال ولكن خاصة دي كيت على قصي الفن. البداية هي دي ما يتعلق بالمسرح وهو نشق المسرح طبعا لأنه باعتبار أنه نشر التعليم المسرح طبعا لأنه في المدرسة نطلق في المدرسة وسنة
أمس القيدو كيجيو مثلا السي فخر الدين العمراني اللي جا بلاد تسمى معروف ربما ونقشها على المستوى المحلي ولا يعني على المستوى الوطني ثم ربما على المستوى الدولي لأنه باعتبار أنه يشارك مهتز لمشاة مباراة النظر ومنتقد هدز وتد بداية إن شاء الله هزر بلاد شغلين بعد هذا السنة. إن شاء الله إن شاء الله. في قداش مثلا واحد العمراني انا حاضي في النغمش اثنين في خبز العمراني شخصيه فنيه مسرحيه معروفه تغنستفيد في الحلقه تاع الجوال تجي البرنامج النغوانيتي شي في واحد مدعوم مالي مين تجي تعلم واحد مدعوم مالي فنيه. السلام عليكم. ايجا السؤال الصباح السي مدير العمراني تقريبا لأن لم يطرح السؤال في كاظ الجيل العلماني للأغنية المصرية توأم روحي. شتو السي العمراني يعني ديجن توأم بالأخي نوض الصديق جمعان تاسن المصريين جمعان القطاع اللي بدي نخدمه هو قطاع التعليم جمعان أكثر من ذلك الأعمال الإبداعية لأن أنت مبدع فطريا مبدع للشاعر إلى آخره وديال المسرح ولاني اتصل من الروابط جمعيه كسي مالي ومن خلال الجلسات من خلال الحوارات من خلال اتصل بمسرحيين ديني جرام ديني يمكن هذا الشيء حتى قرابه عائليه هو تجي عن طريق الدم يعني ولكن قرابه اسريه ديال علاقه جار فاميلي الناس الا انه النقطة المهمة اللي تجمع كسي العمالي هو رامي انت اللي نخدم ديش الميدان ابداعي يفهمني دغيا وفهم الغاز دغيا وماني نتسحر خان غطس انت مسرايين باش نسبد البروجي ني الموضوع اللي قومي نزو انا نسول نسبد دغيا وبشكل تقني وبشكل فني هاد الجغ يعني تجاوب القرار يعني تصورات تقريبا متماثله تصورات متقاربه جاري تخرج من منظور ينوض من منظور مسحق قندين اختلافات والاختلاف لا يفسد للود قضيه بالعكس الاختلاف يعني عدد صغير يعني عدد التصنيف مسرين باش الاعمال المقبله المدينه ان شاء الله اعمال مقبله قبل غزات وخاصه يمكن نفاجئ الاخوان اذا غضفا خبري ديا الموقعين المحترمين سيدان دابوالي تنادور هذوري بانكوم وانه دي ما قريب ان نبدا ان شاء الله نخدم في المجال السينمائي اضافه الى مجال الخبره يجي الحقبه نستعملوا التزيرات دي الدومين ومسكون المسرح عربي ومسرح مازيغ ان شاء الله نجي جوصولي في نغني تغزات دي الدومين السينما ان شاء الله. تقدرش مثلا واحد العمراني قلت تقدرش تيجي بخير تيجي من برا باش ننجح البرنامج هذا تقدرش يجي من برا كاين غادي بلاطيا سي محمد سيزرو سي محمد من موارد النظور رجل التعليم تهتم بس بمجال الجمعوي النقابي الحزبي تعتبر زي الرواد الأولين اللي خشبة المسرحية بالنظر يشارك بثاني مسرحية أمازيغية في التاريخ ناري سعود مالي رواد وكان طوي غاب سفرتي أواخر سنة 1978 إضافة إلى مشاركة العديد من مجال المسرح سواء ممثل أو محافظا عاما ومشرفا فنيا بلاد تو المشاركة اللي سبحانت رائعة في أغيور إنو يعني الزن فضل عندي غاستاس كي جات النور دي شدي في إجن دي القيام في إجن اللي بعث إجن الروح دي القيام المسرح الدراسي يقدم إجن البحث المسرع النيابة التربية الوطنية سنة 1997 في المجال المسرح الدراسي تعيش حاليا دي بارا ولكن مع ذلك غادي يجي ارتباط ضم فقرا نزيد واحد الناس يتبع مارا بغيت توقع عندي انت خصوصا دي المجال الفني سي واحد مثلا انت حافظ سيك دي البرنامج هو انت سي واحد نفس السؤال انت شفت غير شي عمراني مين شي تنفسات سي واحد مثلا جاوب عليه في البدايه شكرا الاخوان
nagoliv.com الإخوان سيغانغانيت جميل جدا زي الاستضافية الأخكي وما أجمل باش أخدم وفي وجودنا استضافة نومينا أكل الإخوان الزملاء ديالي والرفاق ديالي سواء في الفن سواء في الإعلام بالإضافة عندنا الشرف كبير باش نتعرف الأستاذ أكيد الولايات المتحدة الأمريكية سي عوجا محمد بالنسبة للسؤال السي محمد العمالي يربط لي كيس التصنيع حوايج كزميل في الدراسة وزميل في الإدارة وزميل في مؤسسة مكتب التنمية التعاون المدرسي اللي كنت عضو هو مازال إلى حد الآن كنت عضو معه سابقا بالإضافة السي العمالي نعيش كيس جمع حالة من الفن سواء بالنسبة للمسرح المدرسي أو من المسرح الأمازيغي بصفة عامة إلى جانب الأستاذ فخر الدين العمراني كمخرج لمجموعة من المسرحيات المدرسية بل أول تقريبا أول مخرج للمسرح الأمازيغي في النظر وهنا كان رد تعريف بعض الإخوان بعض النقاد أن باش تصحني المعلومة نسم أول مخرج أمازيغي للنظر هو أستاذ فخر الدين في مسرحيات ديال هواد وكرباوين وعباس الكوارتي مثل ذا يسنش عبد الربي الزوج من الويزا 16 طبعا قبلت وغادي ممثل مثل المسرح الأمازيغي هو السي بن علا مقرا ماشي مصطفى بن علا ويز وان راه المسرح الأمازيغي قلت غادي نحكي زواج بلوس نشينا ونس كأول مسرحية أمازيغية هي المسرحية هي ودي كنت بقول غار النظار في مستر ذا يسنش الزوج من الويزا 16 ليزيد عبد الإله عند تيتو دار الأصوات بعض الإخوان الآخرين وغاسنا يعني كان مسرح كذا أمازي مسرح عربي يجي مسرحية مش عشري جميع الإخراج للسفخة الدين العم للسفخة الدين هي مسرحية جابر بن عيان يلعب في دور المحجج صباح عرفت وإن كان المسرحية وسكت مشابه في التصاعد على الصعيد الوطني لأننا ضمن عدة تصل اعتبارات هو وانا وش ولكن المسرحية في إيران تخشان يجي الإشاعة أشياء على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي حتى في هولندا في الصعيد الخارجي وهو المسرحية غير بعيد الكاتب المسرحية هو السي أزمار فؤاد والإخراج السي فخر الدين العمراني والسينوغرافيا والتمثيل في نفس الوقت السي محمد العمالي طبعا بالاضافة للمسرح المدرسي اللي شارك في مسرحية أكادير ليوديس الجائزة الثانية والجائزة الأولى للسينوغرافية يحصل خاص الأخ العمالي طبعا يحصل خاص المسرحية رغم أن الأخ العمالي تنازل المبلغ المالي للنيابة ولم يطالب به وخا نمشي للناس يوسي العمالي قال 8 درهم ما مشاوش قال جات نعاون زي في عهد السباعية كمدني في عهد النائب المدني مسرحية ضمن سفينة نوح الجائزة الأولى على الصعيد الوطني وهذا كنذكر بالنسبة للمسرحية لأني ولد زي الدرجة الثانية على الصعيد الوطني هي نداء إلى أطفال العالم بمشاركة أعبابه كان معروف على الصعيد الوطني في المسرح وفي الإخراج وخا يمني شي نستطع انه الجائزه الاولى الجائزه الثانيه والجائزه الثانيه في السينوغرافيا.